صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وبين قوله تعالى: وتكاثر في الأموال والأولاد؟ طلب كثرة الأولاد من أجل النفع لا بأس به، نفع الفرد ونفع الجماعة لا بأس به، أما طلب كثرتهم من أجل المفاخرة هذا لا يجوز، لفرق بين هذا وهذا. نعم.